السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد فيما يخص الجول اللي راح ننتظره هذه صبيحة الجمعة 10 نوفمبر 2023. عموما السماء ملبدة على معظم المناطق الشمالية باستثناء أقصى شمال شرق الجزائري، الغيوم هذه تكون أكثر كثافة خاصة على ولاية الطرف وولاية عنابة وأيضا حتى سكيكدا وسقارس، مع احتمال بعد الأمطار الضعيفة والمتفرقة. بينما على الجنوب الكبير عموما السماء صافية، الرياح تكون معتدلة إلى قوية تؤدي إلى تطير رمال فونتسابل خاصة على ولاية المنيعة عين صالح تيميمون أضرار حتى شمال ولاية برج باجي مختار. نشوفوا خلال الظاهرة إن شاء الله يبقى دائما هذا الضغط المرتفع يهم بعد المناطق تاع بلادنا، وبالأخص غيوم كثيفة تهم بعد الولايات الوسطى من بجاية المستغان مرون بالعاصمة تيباز أبو مرداس، وأيضا حتى من البويرة تيزوز والبليدة المدية وأيضا عين الدفلة حتى الشلف. الواحات عموما سما ملبدة، الشمال الشرقي الجزائري كذلك، الرياح بعد الأحيان قوية على الصحراء الوسطى دائما تؤدي إلى تطير الرمال، والسما صافية على جبال الهوكر والطاسيلي شمال الصحراء الصورة الجنوب الغربي. دوك ننتزلوا لدرجة الحرارة اللي ننتظروها صبيحة الجمعة إن شاء الله، راهي في المعدل الفصلي في بعض الأحيان فوق المعدل الفصلي، لأنها تكون ما بين 17-18 على المدن الساحلية، وهذا من الشرق للغرب على الواحات 19-17 في كذلك في منطقة شمال الصحراء كمنطقة غردايا والمنيعة، 16 درجة على جبال الهوكر وأيضا الطاسيلي، وما بين 22-25 درجة على أقصى الجنوب. نشوفوا خلال الظاهرة إن شاء الله درجة الحرارة لكذلك شوية مرتفعة المعدل الفصلي، لأنها من 18-17 في الهضاب العليا إلى تقريب 23 بقسمطينة، 22 بعنابة ووهران، 21 بالعاصمة وتلمسان وسعيدة، 22 بغردايا، 30 إلى 31 درجة على الهوكر والطاسيلي، 28-29 على منطقة أضرار، بينما على تندوف إن شاء الله ننتظر حوالي 26 درجة، وأعلى مقياس يكون في عين أزوة وعين قزام 35 درجة مئوية. جزء للملاحة والصيد البحري، البحار عموما يبقى فيه شوية تموجات لأن قوة الرياح تكون ما بين 20-30 كيلومتر في الساعة، خاصة على السواحل الشرقية التموجات تكون أكثر لأن الرياح تكون شمالية غربية وغربية إلى غربية شمالية غربية على السواحل الوسطى وأيضا غرب البلاد. الرؤية إن شاء الله تكون من 4 إلى 8 أميال بحرية. كالعادة نختم دائما هذه النشرة بالمعلومات الفلكية لتهم العاصمة وضواحيها شرق وغروب. السمشنا ما بقى لي غنقول لكم ربي يدوم قوسكم دائما مع برامج الشروق.